اهلا بيكم معانا في البلكونه في البلكونه دايما بنحكي عن تعليم الرب يسوع ونفكر مع بعض ازاي نقدر نعيشها في حياتنا عمليا معايا النهارده ضيف انا بحبه جدا وصديق شخصي من الناس اللي فرقت معايا قوي قوي وقام اهلا بيك يا وقام عامل ايه انا مبسوط ان احنا مع بعض انا مبسوط اكتر موضوعنا بقى النهارده موضوع جدلي جدا جدا هو موضوع الصوم آه وطبعا بقول جدلي لانه في خلافات كتير قوي على هو احنا المفروض نصوم ولا مش مفروض نصوم؟ ونصوم ازاي؟ ونصوم ليه؟ و... و طب يفرق الصوم بتاعنا عن صوم اي حد تاني؟ واسئله كتير قوي بس خليني ابتدي باني اقرا النص لرب يسوع شخصيا نتكلم فيه عن الصوم في متى 6 16 بيقول: ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين فانهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين الحق اقول لكم انهم قد استوفوا اجرهم واما انت فمتى صمت فادهن راسك واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائما بل لابيك الذي في الخفاء فابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علني وايه هو احنا احنا بنصوم احنا طبعا بنصوم يعني؟ طبعا بنصوم ولازم نصوم لانه في النص اللي انت قريته اللي بنشوفه هنا انه المسيح قال اما انت فمتى صمت <applause> مش بيقول إذا صمت ولا حاجة لا أما أنت فمتى صمت فهو كأنه بيتكلم أنه الصوم ده مسألة مستقرة ده حاجة معروف أن هي بتمارس بشكل منتظم وده اللي بنفهمه كمان من تراث العهد القديم والعهد الجديد العهد القديم والعهد الجديد هما الاثنين بيقدموا لنا مواقف حصل فيها الصوم بشكل متكرر من الناس اللي بتحب ربنا بس في وجهه نظر بتقول ان ده كان جزء من العهد القديم يعني لغايه ما قبل القيامه وان رب يسوع كان بيقول ان يكلم الناس اللي موجودين وقتها اللي هم بيصوموا على طقس قديم لكن لا ينطبق علينا فيما بعد القيامه ويعني بيستخدموا <applause> النص اللي بيقول انه لو العريس معاكم ما تصوموش لكن الحقيقه اللي احنا بنشوفها من وجهه نظر ممارسه الكنيسه بعد كده وتعليم المسيح ذاتها زي التعليم اللي احنا قريناه بتاع اما انت فمتى صمت كل المعوز على الجبل المعوز على الجبل احنا بنعتبرها دستور الحياه المسيحيه متى خمسة وستة وسبعة صح. اتكررت طبعا في اماكن اخرى لكن ده دستور الحياه المسيحيه ده الاسس ده الفاونديشن واللي بنشوفه انه الكنيسه كمان قررت دوت فمثلا على سبيل المثال الحصر. في اعمال 13 الكتاب المقدس بيقول لنا بيتكلم عن الكنيسه في انطاكيا وبينما هم يصومون ويعبدون الرب ويعبدون الرب صح هو كان في وقت صوم ووقت الصوم ده على فكره اتولدت منه واحده من اعظم الارساليات ايوه لما قال افرزوا ليه بالظبط فدي النقطه الاولانيه النقطة الثانية عندنا أعظم مثال في العهد الجديد اللي هو صام علشان يضع لنا مثالا لكي نقتفي إسر خطاة السيد المسيح السيد المسيح صام أربعين نهارا وأربعين ليلة وبعدين الكتاب المقدس بيتكلم إنه إحنا أصلا دعوتنا إن إحنا نكون شبه المسيح فإحنا المفروض نبقى شبه المسيح في إيه في فكره وتعليمه وممارساته وممارساته طيب طيب. ليه مش بنصوم بقى؟ يعني تحديدا بصراحه كانجليين انا شخصيا متربي في الكنيسه الانجليزيه يعني مره كده في السنه يقول ايه الكنيسه يقول احنا هنتقابل مع بعض نصوم ونفطر سوا بص يا هادي في مشكلتين كبار قوي بيخلوا الناس ما تصومش المشكله الاولانيه انه الصوم كممارسه روحيه اكتسب سمعه سيئه ليه بقى؟ اكتسب سمعه سيئه بسبب انه ناس كتير بتمارسه ولا يظهر في حياتها اي نوع من انواع الروحانيه او التقوى او البر الحقيقي فبتمارس الصوم شكرا. كممارسه ميته كممارسه شكليه كممارسه انجاز التعبير نقول طقسيه مش عايز كلمه طقسيه تتفهم غلط لكن كلمه طقسيه هنا اقصد بيها انه مظهر بلا جوهر بلا جوهر من غير روح. الاولانيه مم. اللي خلت ناس كتير تنفر من الصوم وتعتبر انه الصوم سواء الموجود بشكل طقسي او الموجود في ديانات اخرى انا مش عايز ده السبب التاني الجوهري غير السمعة السيئة للصوم يا يعني هادي هو الجهل إننا مش عارفين هو كلمة الله بتقول إيه عن الصوم مش عارفين إنه كلمة الله بتعلم عن مبادئ وأسباب كثيرة للصوم بتعلم عن أنواع كثيرة للصوم بتعلم عن دوافع صح في مقابل دوافع غلط للصوم وأظن برضو الجهل بالممارسة نفسها يعني محدش علمنا نصوم ازاي يعني نعمل إيه يعني ايه زي ما أنت قلت ايه أنواع الصوم عمليا نطبق ده وهنحكي في ده كمان شويه بالظبط في نوع من انواع الجهل والجهل دوت بيحصل كل ما بنكون بعيدين عن كلمه ربنا الكتاب المقدس بيقول سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي كل ما بتكون كلمه الله واضحه وموجوده وقويه في حياتنا بندرس الحق الكتابي بيقول ايه بيعلم ايه عن الصلاه عن الصوم عن المال عن العلاقات كل ما بنكتشف انه ربنا عنده منظور أيه. الحاجات دي أيه. اظن برضو من الحاجات اللي ادت سمعه سيئه لو انا فاهم صح التطرف في الممارسه يعني ان الناس تستخدم الصوم مش لضبط النفس لكن لايه تعذيب للنفس وده على فكره مر مربوط برضو يا هادي بالجهل زمان في صح. ايام كتابه في ازمنه العهد الجديد كان في حاجه اسمها الغنوصيه احنا مش عايزين نخش في حاجات وتفاصيل معقده لكن ببساطه شديده كان في نوع من الغنوصيه بيعلم انه الماده شر ايوه والجسد شر فنتيجه لذلك ينظر الى ممارسه الصوم على انها نوع من انواع قمع الجسد وهو الحقيقه أيوه. مش قمع الجسد لانه الجسد مش شر صح. لو كان الجسد شر لما تجسد الله صح. لو كان العمل المحوري في الحياه المسيحيه هو التجسد والصليب والقيامه كلهم مربوطين بالجسد والماده صح قوي طيب لو لو الجسد مش شر الاكل والشرب مش خطيه دول بركه وحاجات نعمة الله مديها لنا ليه نصوم بقى؟ علشان يعني غير الوصيه يعني أوه. عايز افهم ليه الوصيه؟ ليه رب يسوع بيقول متى صومتم؟ ليه الصوم دعوه لكل مؤمن كل مسيحي مؤمن انه يصوم؟ ليه؟ احنا الكتاب المقدس بيعلمنا يا هادي انه في نوع من انواع الصراع الدائم بين ما هو مادي وما هو روحي. فيش حاجه فيهم غلط لكن التطرف في الاثنين غلط جزء من حتى في الروحي حتى في الروحي التطرف في الروحي وهقول لك دلوقتي التطرف الجسدي ممكن يقودني الى انه انا بهمل بهمل فكره الصوم فعايز اكل اي حاجه في اي وقت مش بحس بحد حتى في الاوقات اللي انا ينفع فيها اطلب ربنا بناء على الصلاه والصوم زي ما كلمه الله بتعلمنا وهنتكلم عن الموضوع ده انا مش بطلب ربنا ومش بصلي ومش بصوم ومش بنكسر ففي نوع من انواع عدم ترويض الذات وعدم مم. ضبط النفس. ريتشارد فوستر واحد من الكتاب المشهورين قوي بيقول انه الصوم هو صلاه الجسد ان انا انا باخد جسدي وبروضه انه يقول لا للاكل انا بروضه انه يكون تحت سلطان الروح القدس مش فوق اي حاجه تانية موجوده في حياتي انا عايزه تابع مش عايزه قائد لحياتي فهذا الترويض لا يعني ان هو شر يعني ان انا بحاول احط رغباتي الجسديه الماديه في اطارها الصحيح لا يعني على الاطلاق ان هي شر أوكي. التطرف ف... الروحي ف... فالهدف هنا هو ضبط النفس واني انا اللي جسدي مش جسدي اللي يقودني ده, ده حقيقي أوكي. وان انا ب... لما بنكسر بالكامل بجسدي قدام ربنا بقول له انه الاكل والشرب والماده ليست اهم شيء في حياتي، ليس زي ما السيد المسيح له المجد قال في الوقت اللي هو كان صايم فيه، ليس بالخبز وحده يحيا الانسان بل بكل ما يخرج من من, من فم الله، وده كان التحدي اللي الشيطان واجهه بيه انه اذا كنت انت ابن الله قل ان تصير هذه الحجاره خب ما انت ما انت جعان، انت بقالك أيه. كتير ما اكلتش، والمسيح فهمه انه اه الخبز مهم لكن ده مش هو الحاجه الجوهريه اللي بتديني حياه. فانا فأولاً انا بقول لجسدي انا اللي سايق او الروح هو اللي بيقود الجسد مش <applause> العكس ثانيا اللي انت بتقوله هنا اني كاني بقول لنفسي انت مش بتاكل انت مش عايش بسبب اللي بتاكله وتشربه انت كده. عايش في او بس لانه قال ليس بالخبز وحده لكن انت في الاساس عايش بكلمه الله بنفس الله بالظبط كده وده اللي بيخلي يا هادي الصوم واحده من الحاجات اللي بنسميها القنوات الروحيه بيننا وبين ربنا الصوم يطلق قوه الله لحياتنا ليه لانه كانه في قناه مفتوحه بيني وبين ربنا فيها انا بفضي كل حاجه ممكن تعوق نظرتي لله رؤيتي لله انه الله يبقى هو المسيطر على المشهد بالكامل فكاني بقوله رب انت الاساس انت اللي بعيش بيك انت اللي تسوق وتقود الجسد ده بالزبط. انت الاهم في كل ده بالظبط كده زي ما اتكلمنا على تطرف انه واحد مش عايز يصوم ومش فارق معاه ترويض أيوة. الجسد ولا في تطرف روحي بيفترض انه الصوم يقدر يخلي ربنا يعمل لي اي حاجه أيوة. في عباره جميله قوي عايز اقراها بسيطر على الله بالصوم بالظبط كده بدفع حاجه عايز اقرا العباره دي بيقول ريتشارد فوستر في كتاب جميل اسمه فرح الانضباط بيقول ننخدع كثيرا اذ نظن ان الصوم يمكنه ان يحمل الله على فعل ما نشاء ففي بعض الاحيان يحصل تجديد على بركات الصوم حتى نغرى بأن نعتقد أننا بقليل من الصوم نستطيع أن نجعل العالم بل الله أيضا رهن أشارتنا في مرة قابلت واحد صاحبي كان يعني يمر بظرف فظيع جدا 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 بقول له قلبي معاك ربنا يديلك نعمة قال لي أنا صايم أربعين يوم لازم إيد ربنا تتحرك لازم ما قدرتش اعلق لانه كنت شاعر بظروفه وصع... صعبه قد ايه ان هو فعلا منكسر وطالب ربنا لكن في خطوره شديده جدا في التطرف لازم. ده بالظبط في اعتقاد انه انا بالصوم بالتعبير الدارج ما تزعلش مني كاني بثبت ربنا يا to انسر مي هو لازم يرد عليا فالحقيقه جميل هو كلي السلطان حلو انا في الصوم بسيطر على نفسي مش بسيطر على الله بتحكم في نفسي مش بتحكم في الله تعالوا نطلع على فاصل ونرجع مع بعض نكمل كلامنا في البلكونه عن الصوم ليه صوم الله يستفيد ايه لما جوع على نفسي أو أحرمها من أنواع معينة من الأكل. الله مش بيستفيد حاجة، بس خلينا نفكر مع بعض. لو في أم مع ابنها في السوق وهي بتكلمه، هل هيعرف يسمعها زي لو كانوا قاعدين لوحدهم؟ أكيد لأ. مشاعرنا وأفكارنا بيعملوا جوانا دوشة زي السوق ويمكن أكتر. علاقات مع الناس، تحديات في الشغل والدراسة، واحتياجات داخلية. في وسط كل ده، ساعات بنحس إننا تايهين، ويمكن ما نعرفش نميز. بنصوت الله وأحاسيسنا الشخصية. الصيام مش ذل للجسد لكنه تدريب. لما بنقلل غذاء الجسد بالصيام ونكتر غذاء الروح بالصلاة والتأمل يوم ورا التاني هنعرف نميز أفضل. الله مش بيستفيد حاجة من صيامه. أنا اللي محتاج أسمعه بوضوح أكتر ومحتاج أقلل تأثير الجسد على حياتي. المسيحية مش بتؤمن إن الصيام فرق لكنه وسيلة أقدر بيها أعيش حياة أفضل. اهلا بيكم مره تاني في البلكونه مع صديقي وام سليم مبسوط ان احنا مع بعض يا وام وبنتكلم عن الصوم اللي نقدر نفهمه بوضوح جدا من الجزء الاولاني انه الصوم دعوه لكل مسيحي مؤمن صح اكيد فيش استثناءات طبعا لا كلنا مدعوين للصوم اكيد جميل قوي طيب اتكلمنا شويه عن دوافع الغلط والدوافع الصح الدافع الغلط اني عايز اسيطر على الله الدافع الصح اني عايز اقود جسدي وعايز الله هو اللي يقود حياتي ويبقى المحور والمركز عايز ننقل شويه لحته عمليه فنتكلم مثلا امتى اصوم؟ ايه المواقف والحاجات اللي في حياتي تستدعي اني اصوم؟ او ايه الاهداف اللي ممكن تبقى قدامي فاقول ايوه ده وقت صح ان انا اصوم. آه، سؤال جميل جدا يا هادي وده بيخليني عايز اربط اللي احنا بنتكلم عنه بالكتاب المقدس، الكتاب المقدس بيقول لنا ان الصوم تمارس امتى؟ في ست مواقف واضحه جدا انا هقولهم وهقرا شاهد كتابي على كل موقف بيقول لنا الكتاب المقدس انه الصوم حصل فيهم رقم واحد طلب تدخل الله ودي حاجه اتكررت كتير لكن الشيء الواضح جدا انه مرات كتير شعب الله او الناس اللي بتحب ربنا لما بتكون داخلة في أزمة أو تحدي أو طلبة تدخل واضح جدا من الله لحياتها في حاجة معينة بتبقى واخدة وقت صوم زي اللي بنشوفه بنشوفه مثلا في استير 4 16 جزء مشهور اوي اوي آه. قالت قالت كده لمردخاي اذهب اجمع جميع اليهود الموجودين في شوشن وصوموا من جاتي ولا تأكلوا ولا تشربوا ثلاثة, ثلاثة أيام, أيام نهارا وليلا وهكذا أدخل الى الملك خلاف السنه فاذا هلكت هلكت واللي احنا عارفينه انه الله في التلت بعد الثلاث ايام دول عمل صنع خلاص وتدخل عظيم جدا تخيل انه في شعب صام صوم جماعي مع بعض وفي نفس الوقت طالبا تدخل الله في الاوقات الثقيله والصعبه في حياتنا فرصه ودعوه اننا نصوم مش علشان مش عشان اسيطر على الله احاول اسيطر على ربنا فخليه يتدخل لكن عشان اقول له انا, أنا ماليش غير انا محتاجك كاني بقول له انا محتاج لك اكتر من الاكل والشرب بالظبط كده كاني بحطه في المركز بالظبط كده الهدف الثاني من اهداف الصوم اللي الكتاب بيحكي لنا عليه هو طلب حمايه الرب كان في وقت آه عذره راجع بيه بمجموعه كبيره من السبي لارض اسرائيل، بص بيقول ايه؟ عباره جميله جدا حقراها في ثمانية 8 و 21 وناديت هناك بالصوم على نهر اهوى لكي نتذلل امام الهنا لنطلب منه طريقا مستقيمه لنا ولاطفالنا لاني خجلت ان اطلب من الملك جيشا وفرسانا للحمايه من العدو آه. في الطريق. ما طلبش من الملك حمايه؟ ف... بالظبط يطلب من الرب بالظبط التعبير الجميل اللي كتبه عذراء بيقول ايه؟ بيقول إيه لأننا كلمنا الملك قائلين ان يد الهنا على كل طالبيه للخير وصولته وغضبه على كل من يتركه، فصمنا وطلبنا ذلك من الهنا فاستجاب لنا. لما بنطلب الحمايه نقدر نطلب الحمايه لنفسنا، لبيتنا، لاولادنا، لحاجه جديده. في الاوقات الصعبه اللي احنا فيها طبعًا. دي طبعا مع الجائحه وكورونا بالضبط بالظبط كل يوم غير التاني لما نصلي نصوم نطلب الرب الرب يستجيب ليه دي خبرة اللي في الكتاب المقدس رقم ثلاثة قبل ثلاثة بس حاسس كده انه لما بجمع الحاجات على بعض انا قد ايه محتاج تدخل الله قد ايه محتاج حماية الله انا محتاجهم طول الوقت يعني كأني لو هعمل ده غالبا هثبت اوقات اصوم فيها في حياتي يعني مش هستنى لما يبقى في مخاطر ده حقيقي وعشان كده ال لما هنيجي نتكلم عن التطبيق هادي هنقول انه لازم الصوم يكون ممارسه منتظمه جزء جزء من حياتي. لا بديل لا ممارسه منتظمه أوكي. جميل. <applause> الهدف الثالث من اهداف الصوم اللي بيتكرر بقى كتير قوي تقريبا اكتر هدف بيتكرر في الكتاب المقدس هو التوبه اعلان انه قلبي تايب قدام ربنا دي بقى اتذكرت في حتت كتير قوي في الكتاب المقدس مش هقرا منها غير واحده في نحامية تسعة أيوة. بيقول في اليوم الرابع والعشرين كذا 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 بيقول اجتمع بنو اسرائيل بالصوم وعليهم مسوح وتراب وبعدين عملوا ايه انفصلوا عن بني الغرباء ووقفوا واعترفوا بخطاياهم وذنوب ابائهم كانه من التزلل او بالظبط كده انفصال كده كاننا كدا. بننفصل عن العالم وب... تزلل انفصال طلب نهضة في حياتي الروحية لو بنمارس الصوم على المستوى الجماعي بنشوف في سفر يقيل انه حصل صوم جماعي لطلب النهضة وطلب تدخل ربنا فاعلان التوبة وطلب النهضة وطلب تدخل الله ده سبب مهم جدا جميل فقلنا طلب تدخل الله حماية الله التوبة التوبة أربعة حل قيود الشر أيوه. كتاب المقدس في واحد من أروع الأجزاء اللي بتتكلم عن الصوم سفر أشعياء أصحاح 58 تكلم عن حاجات كتير قوي واحدة من أكبر الحاجات ربنا بيقول إيه في أشعياء 58 عدد ستة أليس هذا صوما أختاره يعني إيه ده الصوم القريب من قلبي اللي أنا عايزه اللي, اللي, أنا بحبه بالظبط كده اللي أنا عايزه بنعمل فيه إيه يا رب حل قيود الشر فك عقد النير ومين اطلق. اللي بيعمل ده الله ولا إحنا طبعا الله اللي بيعمله بس الله بيعمله لما احنا بنبقى جايين له بنحط ايدينا معاه بالظبط واحنا بالظبط وده بياخدنا بياخدنا يا هادي للعهد الجديد انه في وقت تلاميذ السيد المسيح له المجد في متى 17 حاولوا يخرجوا روح شرير والمسيح قال لهم هذا الجنس لا يخرج الا أيوه. بالصلاه والصوم فهنا بي... ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي انه في نوعيه معينه من قيود الشر ممكن تصلي علشانها مره واثنين تروح الكنيسه كده وفي خمس دقائق تصلي تولع شمعه بتاع لا ده في نوعية معينة من قيود الشر مصر. اللي الكتاب المقدس بيسميها النير أنا مربوط جامد قوي بنير في حاجة مع عدو الخير قيود أنا أو حد تاني بس أنا أو حد تاني طبعا وإطلاق عشان كده بيقول في نفس الآية اللي أنا قريتها وإطلاق المسحوقين أحرارا وأظن أنه هنا كمان الأصحاح ده كان بيكلم الشعب أنهم هم بيعملوا إيه وهم صايبين ده حقيقي فلما بطبق ده على الفكرة بتاعت التلاميذ حاسس أنه إحنا بنمد ايدينا مع الله في عمله لأجل حل قيود الشر لكن ما نقدرش نعمل ده من غير ما نبقى صايمين وبنصلي وطالبين ده حقيقي عين. ودول اللي انت قلتهم يا هادي دول التطبيقين بتوع الصوم ان انا بعمل ده علشان حياتي الفردية او بنعمله سوا لأجل حاجة ال... جماعية علشان ناس تاني جميل قوي يبقى رقم اربعة حل قيود الشر بقلنا اثنين طلب ارشاد الرب وده بنشوفه في, في دانيال انه دانيال كان في وقت عنده مشكلة طالب ربنا طالب يفهم الكتب عايز يفهم ارميا اللي بيدرس الكتاب المقدس العهد القديم هيلاقي ان نبوه ارميا هي اللي كانت في ايدين دانيال ودانيال ابتدى يشوف سنين معينه وحزبه معينه وهو في السبي وانه بعد السنين دي هيرجعوا فطلب ربنا ارشدني نور قل يا رب وجهته وجهي الى الله السيد طالبا بالصلاه والتضرعات بالصوم والمسح والرماد حلو يعني لو انا عندي قرار كبير في حياتي مقبل على ارتباط عندي تغيير شغل بصلي لاجل تمييز دعوه الله الخاصه ليا فده دي فرصه حلوه ان انا اكرس ايام للصوم والصلاه يا رب قولي عايزني اعمل ايه بالظبط عايزني اعيش هنا ولا هنا اتجوز فلانه ولا اعمل ايه اشتغل الشغلانه دي ولا دي انا فاكر في حياتي اوقات فعلا لولا اني صمت وكانه كانه الواحد لما بيصوم كده بيسكت اصوات الدوشه حقيقي بيهدي اصوات الجسد كده بيسكته هو ده اللي انا كنت حساسيه اكبر للصوت الروح القدس كانه فيه. عارفين عارف هذه الميكسر اللي داخل عليه ميكروفونات كتير قوي أيوة. احنا عندنا في دماغنا كده في صوت العالم في صوت الشيطان في صوت ذهني في صوت القديمة، خبراتي القديمه في صوت حوالينا. ناس حواليا وفي صوت الرب لما بصوم وباجي قدام الله بقلب متضع انا كاني بقفل الميكروفونات بتاعه كل الاصوات وبفتح ميكروفون الله. واحد وبقول له انا طالبك جميل قوي انا طالبك اخر قوي. حاجه يبقى تدخل الله حمايه الله تدخل أه الله حمايه الله التوبه حل قيود الشر في حياتي او في الحياة الاخرين و طلب, إرشاد طلب ارشاد الرب. الرب واخر حاجه ودي اللي بنشوفها في حياه السيد المسيح له المجد وفي الكنيسه الاستعداد للخدمة. للخدمه مش محتاجين نستخف بالخدمه يا جماعه مهما كانت خدمتنا ايه انا بخدم في مدارس احد بخدم في اعدادي بخدم في اجتماعات بخدم في الكرازه في الافتقاد في العمل المرسلي في منبر جميل ايا كانت خدمتك انت محتاج تكون طالب الرب لخدمتك يسوع له المجد ثم بيقول الكتاب المقدس كده ثم ان هو اصعد الى البريه من الروح ليجرب من ابليس حسنا. وفي الوقت دوت صام وكانه كان بيستعد لكل تجربة واللي بنشوفه في المقارنة ما بين الشواهد ذهاب المسيح للصوم وعودة المسيح من الصوم إنه في لوقا أربعة واحد بيقول انه يسوع راح يبتدي الصوم وهو ممتلئ من الروح القدس م. اما في لوقا 4 14 فبيقول انه راجع ممتلئا بقوه الروح أوكي. واخد بالك الفرق أي. ما بين الملء بالروح والامتلاء بقوه الروح القدس للخدمه هو فتره صوم ايوه فحتى الرب يسوع نفسه الله الظاهر في الجسد احتاج انه يصوم عشان يدينا النموذج ده وعشان يمتلئ من قوته شكرا ست اسباب بالظبط او اهداف للصوم نقدر او فرص ومناسبات في حياتنا تخلينا نصوم عايز اتكلم عمليا ازاي نصوم آه نطبق ده عمليا ازاي الظروف الخاصه اللي ممكن الناس تعدي بيها تابعونا بعد الفاصل هنرجع نتكلم تاني عن الصوم وازاي عمليا نصوم في حياتنا في البلكونه بيكم تاني معانا في البلكونة مع صديقي وقام وبنتكلم عن الصوم صوم موضوع مليان تفاصيل الكتاب المقدس بيتكلم كتير قوي عن الصوم أنا متأكد أن بعضنا عنده أسئلة وأفكار في الحلقة دي وفي كل الحلقات ينفع ترسلونا تبعتوا لنا الأسئلة اللي عندكم على صفحات الفيسبوك وإحنا هنكون بنجمع كل أسئلتكم وهنجاوبها في حلقات لايف مخصوص عشان نتأكد أنه اللي أنتوا بتسألوه احنا بنجاوبه واحنا مع بعض بنفكر ازاي نعيش الملكوت في حياتنا. وقام اتكلمنا عن اسباب بتخلينا مش بنصوم واسباب تخلينا مفروض نصوم، الدوافع الصح والدوافع الغلط، الاهداف اللي بتتحقق لما بنصوم او الاوقات في حياتنا اللي ينفع نصوم فيها، عايز نخش بقى على الحته العملي لانه البرنامج ده دا دايما بنحاول نركز فيه على العملي، ازاي عملية نصوم؟ انا شخصيا لغايه لما كان سني 34 35 سنه ما كنتش بعرف اصوم. وكنت اصحى الصبح اقول انا هصوم اول ما قرر اصوم اصدع الساعه 11 12 بكون لازم اكلت وخلصت كده لغايه لما جيت في وقت ابتديت اصدق انه الصوم حاجه مهمه وممارسه لكل مؤمن وقبلت التحدي وابتديت اتعلم ده لكن ما كانش حد علمني اعمل ايه صوم ازاي يعني ايه انواع الصوم اختار ازاي انهي نوع فيهم اصوم وامتى عايز اديك المايك طيب انا علشان ما عندناش وقت كتير قوي هادي مش هقدر أيوة. اتكلم بالتفصيل عن كل حاجه لكن خليني اقول لكل الناس اللي بيتفرجوا علينا انه في ثلاث تطبيقات سهل ان احنا كلنا نعيشهم للصوم التطبيق الاولاني هو الممارسه المنتظمه للصوم في حياتي علشان افتح حياتي على ربنا بشكل منتظم لو جينا نتناقش بدون مناسبه يعني بدون مناسبه هو ده نوع من انواع التدريبات الروحيه اللي بتزود الحميمية بتزود الاستنارة بتزود القرب بتزود تعاملات الله في حياتي لأنه هو بيخلي صوت الجسد أقل بكتير فأنا محتاج لو أنا زي أي حد هادي بيتدرب على رياضة معينة لازم يتدرب ثلاث أربع مرات في الأسبوع ما ينفعش يصوم مرة يروح يتدرب مرة وبعد ثلاث أربع شهور يرجع مرة لازم في انتظام يبقى ممارسة الصوم بشكل منتظم ومتكرر بإيه؟ الامتناع عن الطعام فقط او الامتناع عن الطعام والشراب ده المثل اللي بنشوفه في الكتاب المقدس يا يعني اما اوقف اكل بس او اكل وشرب اه اكل أوكي. بس او اكل وشرب الممارسه الثانيه اللي انا اشجع عليها هي ممارسه الصوم الفردي والجماعي في الاهداف اللي اتكلمنا عنها أوه. لما يعني يبقى عن طلعين عندنا طالعين خدمه مثلا بالظبط أه. في حاجه مستنين فيها ارشاد الله او تدخل الله, الله او توبة. أو توبه تدخل الله طالبين عندنا نهضة عندنا خدمة كجسد كمجموعة نقرر كلنا نصوم ممارسته سواء كجسد خد بالك بقى ممكن كجسد ككنيسة ممكن كخدمة ممكن كعيلة ايوه نقرر ان احنا نصوم مع بعض، صح. ممكن بشكل فردي اقول انا طالب تدخل ربنا للحاجه الفلانيه، انا عايز اعلن توبه في حياتي عن الحاجه اللي جايه، انا صراحة عايز أستعد... انا لقيت انه لما ببقى مع مجموعه بتشجع اكتر للصوم يعني اكيد ببقى حاسس ان في تحدي كده تحدي ايجابي جميل هنفضل محتاجين دايما النوعين عيني هادي انه ابقى واخد بالي امارسه بشكل فردي وابقى كمان بشكل جماعي، التطبيق الاخير اللي انا عاوز اقول عنه انه الصوم هو جزء منه ترويض عضله ضبط النفس عضل في عندنا كل واحد جواه عنده عضله روحيه اسمها ضبط النفس أيوة. زي ما انت عندنا كده عضلات هنا وعضلات هنا عندنا عضله اسمها ضبط النفس فان انا امارس الصوم مرات ينفع يكون ليها تطبيق انه امتنع عن كل طعام شهي زي ما بنتعلم في دانيال واحد إنه يعني لو انا مش قادر اصوم من قطاعي لاي اسباب صحيه ممكن في اسباب صحيه في اسباب حد عنده ظروف شغله ما بتسمحش في حاجات ادويه كتير. مش عارف ايه هعود نفسي ان انا من وقت للتاني ممكن اصوم عن حاجه ممكن اصوم عن حاجه بحبها مش علشان الحاجه دي خطيه اقعد اسبوع شهر مثلا ما حلويات بالظبط بالظبط ع... مش علشان دي خطيه لكن علشان اروض العضله اللي انا بقول عليها عضله ضبط النفس وعضله طلب وجه الرب الجملة الجميلة اللي انت قلتها في الأول إنه أنا بقوله أنت أغلى وأهم من أي حاجة ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان فأنا محتاج أروض كل ده يبقى في تطبيق ممارسة الصوم بانتظام، ممارسة الصوم فرديا وجماعيا للاسباب المختلفة اللي اتكلمنا عنها، واخيرا الامتناع عن حاجات معينة لترويض ضبط النفس. طيب معلش إيه انت في النص قلت كذا مرة صوم ثلاثة ايام، صوم 40 يوم، صوم حاجات كده، فأنا واحد من الناس اللي كان الحاجات دي بتعقدني يعني بحس أوه. طب أنا ما, ش... ما اقدرش أصوم أنا 40 يوم فأعمل إيه؟ يعني هل في طريقة أدرج نفسي كنوع من الت... كل التدريب ما... يعني انت كنت بتقول الرياضه مثلا مفيش حد بينزل فجاه بيشيل 30 كيلو يعني لازم بدرج نفسي اعملها ازاي بالتدريب المهم هو زي ما قلنا هادي ان احنا المفهوم الرئيسي ما يهربش مننا، المفهوم الرئيسي قلب منكسر طالب صحيح. وجه الرب، المفهوم الرئيسي حد عيان بمحبه الرب فبيقول له انت اغلى عندي انا جعان ليك انت اكتر ما انا جعان للاكل انت الشيء. اهم عندي من اي حاجه واهم عندي من اي حد مفهوم ترويض ضبط النفس اللي بيخليني بضحي بالحاجات. الكتاب المقدس هقول لك حاجه غريبه شويه يبدو أنه في بعض الأحيان اللي ذكر فيها الصوم في الكتاب المقدس الكتاب المقدس صمت عن المدة آه. يعني إيه مثلا 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 في في قضاء 20 ستة تلاقيه بيتكلم عن الشعب فيقول لك الشعب صاموا في ذلك اليوم إلى المساء مم. في حتة يقول لك صام أربعين نهارا وأربعين ليلة وبعدما صام جاع أخيرا يعني ده معناه أنه هو كان بيشرب وتلاقيه آه. بيتكلم عن موسى انه صم مثلا آه. مرتين اربعين يوم لما وقف قدام الرب فاذا غالبا في صوم معجزي شويه انه يعني ما كانش بيشرب يعني بالظبط فعشان كده هقول ايه انه الاهم في الصوم هو ان تعمله بقلب صالح بشكل منتظم وبالتدريج زي ما انت قلت أوكي. يبقى الصوم بقلب صالح مش القضيه خالص هي ان انت بتعمله عشان تتمنظر انت لازم أيوة. تعمله في الخفاء, في الخفاء. طب ما هو عندنا مثل مشهور جدا اللي موجود في آه في لقى 18 الفريسي والعشار لما الفريسي وقف واحده من لسته الحاجات الطويله اللي هو أيوة بيعملها قال, قال, قال انا انا بصوم مرتين في الاسبوع بس مرتين ولا ليهم لازمه أيوة. ليه مليانين بالكبرياء مليانين بالبر الذاتي عشان كده الجزء الارنبي يقول اما انت فمتى صمت ادهن راسك واغسل وجهك وما يبانش عليك انك بالظبط كده يبقى القضيه هنا ليست المده لكن الانتظام القلب المتواضع واخر حاجه هادي وهي حاجه مهمه قوي هي طلب ارشاد ربنا م. التخطيط حاجه كويسه جدا ان انا اقول انا مثلا هصوم, هصوم مرتين ده. في الاسبوع او هصوم ها. يوم لحد لو انا مش بصوم خالص يبقى ما تبتديش تصوم لغايه من 12 من 12 بالليل لغايه 12 بالليل تاني يوم لا أي. ابتدي صوم 12 ساعه ليه افهم انه القضيه مش الساعه القضيه القلب يعني مش الرب واقف كده وباصص على يا فلان فطر الساعه 6 الا دقيقه او كان المفروض يفطر الساعه 6 ايوه ربنا ينظر الى القلب اما الانسان ينظر الى العينين يعني الى المظهر الخارجي ربنا أيه. على قلبنا القضيه ان انت لما بتزود مده الصوم انت بتدرب نفسك صح فانا ممكن ابتدي ب 12 ساعه بدل انا ازود ساعه ازود ساعتين وابتدي اجرب ممكن ابتدي من غير بالمشروبات بالظبط وبعدين ابتدي اقلل المشروبات وممكن امنع المشروبات بعد شويه بالظبط ولو انا داخل لو انا مقرر بقلبي ان انا ادخل في صوم طويل اكتر من يوم يبقى لازم ابقى ارشاد ربنا ليه؟ أوه. لأن أنا لو ما طلبتش إرشاد ربنا في صوم يومين ثلاثة أو أسبوع أو 21 يوم أو 40 يوم ليه هتعب وهتحارب ناس... و ح... هبقى ح... بعمل حاجة أحب. صح في توقيت غلط أيوه فلازم أبقى أبطلب... ليه في الآخر أنا بعمل الصوم ده مشوار حياتي الروحية هو مشوار فيه دوافعي ولكنها هم. تحت قياده الروح القدس جميل فلازم بطالب ارشاد هم. ربنا ميرسي ام جدا شكرا وقت غالي قوي عايز اشجعكم واشجع نفسي نرجع تاني ننتظم في الصوم قدام ربنا نعلم نفسنا وندرب نفسنا قدام ربنا اننا نصوم الصوم دعوه ليك وليا ولكل مؤمن انه ياخده بجديه زي ما قال وقام بقلب صالح بدوافع صحيحه باعلان كاني بقول يا رب انا جعان ليك جون بايبر بيقول الصوم هو جوع الى الله انا رب جعان ليك اكتر من الخبز واكتر من الماء انا عايزك انت انت الخبز الحي نازل من السماء أشوفكوا في حلقه جديده من في البلكونه